انا اسعد انسان في الدنيا كلها، حاسس ان الدنيا فيها امن وامان، وحاسس الدنيا كلها تبقى كويسه، ويا رب يا رب مصر تبقى احسن دوله في العالم. طبعا اتمنى بعيني وبروحي وبقلبي ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. انا اقول مصر كلها، مصر تبقى في امان وتبقى احسن دوله في العالم كله، مليون في الميه ان شاء الله. عايز اقول للسيسي اللي هو بطل بطل، وفعلا عرف يحكم مصر ويظبط مصر ويلم الاوباش اللي كانوا عايزين يدمروا مصر. وبقول للسيسي انت بطل، ومصر هتفضل احسن من الاول واكتر. يا عم يا حول الله يا رب. اتفضل يا باشا. والله احنا بنستعد لهذا المؤتمر، حاسس بسعاده وفرحه للناس. اه والله فرحان جدا جدا. والله لازم، الراجل ده قلب الاسد، هو اللي هيعدي بمصر وهو اللي هياخد ايديها. عشان خاطر الفريق السيسي، هو الراجل اللي عدل البلد على الاقل وخلى البلد رجع زي الاول. ده الحراميه والسرقه، والسرقه بالاكراه، كان ايام مرسي كان سرقه بالاكراه، سرقه بالاكراه واغتصاب وحاجات مخله للشرف من ايام السيسي، ما سمعناش اي حاجه. اي نعم الشعب المصري يصبر شويه وهتروح البلد بعد كده، خلينا لنا كرامه قدام امريكا، اللي هو تنزل على امريكا ودعم امريكا. يا سيسي وينجحك وينصرك على مين يعاديك، وينصرك بحق جاي ابو اهل بيته، وينصرك في البلد كلها.